السلام عليكم، معذرة، أريد خريطة طوكيو من فضلك. وعليكم السلام يا سيدي، هذه خريطة مدينة طوكيو. شكرا لك. أريد أن أسأل، هل لديك أي برامج هذا الأسبوع؟ نعم يا سيدي، تفضل، هذا الدليل وجميع المعلومات حول برنامجنا موجودة فيه. هل تقدم خدمة الرحلات حول طوكيو؟ طبعا، يمكننا تنظيم جولة منظمة في طوكيو من أجلك إذا كنت ترغب في ذلك يا سيدي. يا سلام، هذه الخدمة ممتعة جدا، كم تكلف الجولة؟ تختلف تكلفة الرحلة حسب الوجهات التي تريدها. الحمد لله، فهمت الآن، سأتحدث مع زوجتي أول. من فضلك، أنا مستعد انتظار رد منك. يا سيدي، لقد وافقت أنا وزوجتي على حجز الخدمات الرحلة المقدمة. حسنا يا سيدي، هل هناك أي شيء آخر تحتاجه؟ لو سمحت، نحتاج إلى مرشد سياحي. حسنا، مدة تحتاج لخدمة مرشدنا السياحي؟ لمدة 5 أيام، وأفضل من يستطيع أن يتكلم باللغة الملايوية جيدا. إن شاء الله، سنجد لكم من يجيد اللغة الملايوية. بكم سندفع لهذه الخدمة مرشد السياحي؟ 3000 في اليوم. هل الدفع يشمل مصروف الأكل؟ لا سيدي، تكلفة الطعام والشرب على نفقتك الخاصة. هل من أسئلة أخرى؟ لا مزيد من الأسئلة، سوف نسجل على الفور في عدد التسجيل. شكرا لك يا سيدي، وأستمتع بخدماتنا.